مرد معاك حتى بالرصاص قاعد اللعب مع المحكمية وعلى الطول رصاص القصاص قاعد اللعب مع المحكمية وعلى الطول حتى بالرصاص يا سيادة النائب العام يا سيادة النائب العام يا سيادة النائب العام يا سيادة النائب العام يا استقالة يا أحكام يا استقالة يا أحكام يا استقالة يا أحكام يا استقالة يا أحكام يا سيادة النائب العام يا سيادة النائب العام للقضية الفوري الكام للقضية الفوري الكام يا سيادة النائب العام يا سيادة النائب العام رئيس محكمة النار ورئيس مجلس القضاء الأعلى بإن إحنا هنحضر وإن إحنا جايين لكننا علمنا أنه أنه انصرف رغم علمه بأن هذه الحشود قادمة لتقدم له طلباتها وهذا يؤكد على أن القضاء في حاجة إلى تطهير من أعلى رأس فيه وهو رئيس المجلس الأعلى لأنه عيب عليه كبير أن يعلم أن الثوار وأهالي الشهداء وأهالي الضحايا قادمون إليه ثم يهرب من المحكمة نحن نقول له طهر نفسك قبل أن نقوم بتطهير القضاء نقول لرئيس المجلس الأعلى للقضاء أن هروبه يعني أنه ينحاز إلى النظام القديم ويعني أنه ينحاز إلى النظام الفاسد ونحن نؤكد أننا لن نترك هذا المكان إلى أن يا أستاذ محمد أنا ماطي الممارسات دي ممارسات النظام القديم والجهاز القضائي جهاز فاسد ولم يتم استصلاح مصر إلا بإصلاح هذا القضاء من أول 2006 أحمد الزند الحرام القضاء ليس فاسد القضاء ليس محصر القضاء ليس محصر القضاء جزء من الفساد القضاء جزء من الفساد القضاء جزء من الفساد القضاء هو الفساد أكبر مؤسسة في مصر فيها فساد أكبر مؤسسة في مصر فيها فساد ما دام الحرصوا على بقائهم اذا فهم يساعدون على وجود الفساد داخل القضاء وان القضاء هو ملك الشعب المصري وليس حزبه يا احمد الزند ولا عبد السلام جمعه ولا النائب العام ولا غيرهم ونريد تطبيق القانون ونريد ان يطهر القضاء نفسه وان يتم التعيين وفقا للمعايير المتفق عليه حتى يرجع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ويحقق هذه المطالب لأن هؤلاء المظلومين لا ضد وأن ترد إليهم حقوقهم وأنهم لا يثقون تماما في هذا القضاء الفاسد أحمد الزن عاوز ينزل دفعة مستعدين من 2006 إذا نظرنا إلى الماضي نجد أن حينما قلت بإفراج أخلاء سبيل المحاميين في طنطا احتج القاضي وقال لا أنني من طبيعتي لا أخرج لا أحد من أخلاء لا أخلى سبيل أحد فلماذا إذن اليوم أو بالأمس القريب يخلى سبيل ضباط
عليهم شهود وهم فاعلين اصليين في جريمة قتل المتظاهرين. هذا ان دل فانما يدل على هناك امر مريب يحال او يصطنع من خلال هذا القضاء لكي يفلتوا هؤلاء المجرمون من جرائمهم. رغم اننا ارحمنا بالامس القريب ببلاغ لمساعد النائب العام نطلب منه ان يقدم اولئك الذين قد قاموا بقتل المتظاهرين في ميدان التحرير والميادين المختلفه. احتج علينا ورفض هذا الامر بما يدل دلاله قاطعه على هذه المحاكمات. انا عايز اقول الحاجه